حياكم الله معنا في حلقة أخرى من حلقات سلسلة اليوبيل الذهبي. وجهتنا اليوم في دانة الدنيا دبي، متجهين إلى مصنع الإمارات العالمي للألومنيوم. بنلتقي بالسيد عبد الله كلبان اللي بيكلمنا شوي عن شركة الإمارات العالمية للألومنيوم وكيف تم تأسيسها، شو رؤيتها وشو أهدافها المستقبلية. حلقتنا بتكون مثيرة، وبنشوف المصانع أيضا أو المصنع اللي متجهين له. ما بحرق عليكم كثير، خلكم معنا. السلام عليكم أبو ناصر. سلام ورحمة الله وبركاته. إيش حالك؟ عساك طيب. تفضل تفضل تفضل. الله يحييك. إن شاء الله بخير. أبو ناصر، بنبدأ بشكل سريع. لو تعرفنا عن نفسك، وأنت رجل ذو تاريخ عريق في هذه الشركة العريقة. اسمي عبد الله جاسم محمد بن كلبان، توظفت في شركة الإمارات العربية للألومنيوم أول أكتوبر سنة 1985. اليوم أنا عضو مجلس إدارة شركة الإمارات والعضو المنتدب للشركة بعد. شوفها أبو أحمد، هاي العجبة، منطقة جبل علي هذه اللي فوق الهضبة هذه. هني الله يرحمه ويغفر له وقف الشيخ راشد بن سعيد وهو المستشارين ماله، واتجهوا على صوب البحر، هني البحر، وقال أبا مينا وأبا محطة الغاز وأبا مصنع ماي، محطة ماي ومصنع ألمنيوم. قول يا شيخ راشد، وين بيسوي هالشيء؟ منو يسوي مصنع ألمنيوم هني؟ منو يسوي هالأشياء؟ قال ما أنا أبا. وأصله كان مصنع، بداية المصنع كان فكرته إنه ينتج ماي حق دبي. إيه هذا المصنع كانت أول شيء ماي بس، قال يبا ينمو، لا تبا تنمو، يبا ماي، أهم شيء ماي وكهرباء. وبعدين من البخار والطاقة اللي كان منتج من محطة التحلية، قالوا للاستشاريين ليش ما استوي مصنع ألومنيوم عيد؟ كان اللوجو ماله ماي لدبي وألومنيوم للعالم. هذا كله حكامنا الله يطول عمره كانوا عندهم رؤية أول شيء في التنويع الاقتصادي لهم، بغوا يعني يوظفون الثروة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم إياها في بلادهم وفي شعبهم وفي عيالهم. يعني فكرة إنسان عنده طموح أن ينمي بلاده، وهذه نفس الفكرة الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له، تعرف لما يو 72 شافوا شيء، يعني عندهم خير بترول عندهم، بس كيف نقدر نوظف هذا لمصلحة البلاد؟ بس شوف الرؤية، رؤيتهم الله يرحمه، ويعني عزمهم انهم يسوون شيء، يحولون هاي البلاد الصحراء الى جنه. جنه سبحان الله. نحن في شارع شيخ زايد تشوف الابراج ما شاء الله، الالمنيوم، بعد الستيل اللي يدخل، ولكن بعد الالمنيوم اللي يدخل في التصميم الخارجي في التصميم الداخلي، نسبه الالمنيوم هذه ايضا، هل هذه تطلع من انجيه؟ هاي نعم، هذا اغلبيه الابراج تشوفون هني، هذه الاغلبيتها مصنوعات، يعني الالمنيوم جاي من شركة الإمارات العربية للألمنيوم، صناعة الألمنيوم محلية ودخلت في المباني، والواحد بيقول صناعة محلية ويستخدمونها داخل البلاد. لكن يوم ركبت السيارة أول شيء، أو قبل ما نبدأ التصوير، تكلمت عن سيارتك. نعم. وأن سيارتك هي صناعة سيارة دولية عالمية ألمانية. شركة ألمانية. نعم. تستخدم ألمنيوم من إي جي. نعم. نحن يا طويل العمر نحن شركة عالمية محلية، خلينا نقول محلية يعني بالمركز هني، بس عالميا بسمعتها وزباينها. نحن اليوم ننتج حوالي أكثر من 2,600,000 طن. ما شاء الله. زين، 10% يعني في حدود خلينا نقول 300,000 طن مركزين على السوق المحلي، وناوين يعني ننمو. تكلمت عن السيارة أبو أحمد، سيارتنا هذه مصنوعة من الألمنيوم 100% من شركة الإمارات العربية للألمنيوم. والميزة في هذه السيارة أن الألمنيوم مصنوع من الطاقة الشمسية. كيف الألمنيوم مصنوع من الطاقة الشمسية؟ احنا اتفقنا مع الأخوان في شركة شركة دبي للكهرباء والماء أن يوردوننا كهرباء من
الطاقه الشمسيه، محطه الطاقه الشمسيه، يعني صناعه مستدامه. مستدامه طبعا، هاي ما استخدم لا دخل فيها شيء، لا كربون زيرو كربون، لان جاي من الشمس. لما اعلنا عن صفقتنا مع بي ام دبليو ما تصور زخ الاعلامي الاستواء حق بي ام دبليو، كل الناس لما يتصلون فينا هذا يعني يعطيك نوع من الشعور بالاعتزاز والفخر للجماعه اللي كانوا ورا هاي الفكره. تعرف احنا الحمد لله بفضل الله حولنا افكارهم زين الى واقع. التقنيه نحن مسويناها. كيف يعني التقنيه انتم مسويينها؟ نحن سوينا تقنيه الالومنيوم، يعني نحن شرينا تقنيه طورناها واخترعنا اشياء وضفنا اشياء. كنت اظن اني انا عندي معلومات. لا ما شاء الله عندك. لا لا عندك. لكن صدمتني يا ابو ناصر. لا لا يا رياب، هذه القصص هاي الجميله اللي ما نسمعها، ويعني انا متحمس ان جمهورنا ومتابعينا بيعرفون نبذه بسيطه، لو نبذه بسيطه عن شو شركه الامارات العالميه للالومنيوم. نحن وصلنا ابو ناصر، واعتقد بتودينا مكان. اي نعم، بنسير المسبك ان شاء الله وراويكم بضاعتنا شوي هناك، وبناخذ نشرح لكم الساحه هذه. ويا احمد شوف هذه قلبيه المنتجات اللي انتجها، وهذه هني نصنعن ونخلي هني فور انسبكشن. وعلى فكره هذا كل شيء ها ينشل بالفورك ليفت وينحط في الفرن حاره. ها شويه تحيسه حاره، هذا تو طالع، هذا كملت له حوالي الحين اليوم حوالي 18 ساعه. وكل واحد له استخدامه. اي نعم، كل واحد له استخدامه. لا شوف انت نفس الشيء هذيله بس له استخدامات معينه. ميد وين؟ نيو اي. تروح كل مكان لما يكون عندك الفخر تشوف هذا made in UAE everywhere. 6 أرات إلى 350 350 زبون إلى 50 مينا في العالم هاي توصله. بناصر نكمل حديثنا في المكتب إن شاء الله. لا خلينا نتوكل على الله. أخذنا جولة جميلة، شفنا فيها نبذة بسيطة فقط من شركة الإمارات العالمية للألومنيوم. أنتوا ما شفتوا المصنع اللي أكبر مصنع في العالم؟ هو مصنع الإمارات في أبوظبي، هذاك يعتبر من أكبر المصانع المستقلات في العالم. أعلنوا أن الإمارات فازت بحق استضافة كوب 28 في 2023 في أبوظبي. نعم إن شاء الله الحمد لله، هذه شهادة بجهود دولة الإمارات في ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة النظيفة والطاقة المتجددة من سنة 1972 ولا أكثر. اهتمامنا في البيئة كان، والشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له كان يركز وايد على البيئة وعلى الزراعة. انت شوفوا كيف حول الصحراء، روحين شو اليوم ما شاء الله عليه، جنة من الجنان. مخططات شركة الإمارات العالمية للألومنيوم للخمسين سنة القادمة. نحن نبغى ننمي الشركة ونبغى نركز على جودة المنتج، وخاصة مثل ما أقول منتج الاستدامة في صناعة الألمنيوم. أهم شيء استدامة اليوم. وثاني شيء نحن نفكر كيف نقدر نزيد من مشاركتنا في الدخل القومي لدولة الإمارات العربية. ثالث شيء نحن نفكر على أن تأهيل الجيل الجاي اليوم والمستقبل إلا بإذن الله. نحن ما زلنا دولة فتية، يعني 50 سنة هنا، 50 سنة بس تو الناس علينا، يعني بعدنا العمر قدامنا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. أبو ناصر شرف كبير جدا لي شخصيا أن التقيت بشخص مثلك، خبرة يعني أساس من أساسات دولتنا، صاحب فكر، صاحب رؤية، صاحب خبرة، صاحب نظرة إن شاء الله للمستقبل أيضا. سعدنا جدا بلقائك. انا اسعد وجزاكم الله خير وما قصرتوا صراحه. بعد الرحله مستمره وان شاء الله البركه في شبابنا وهم يكملون المسيره. حلقه جميله وثريه بالمعلومات، تمكننا ان نتكلم مع احد اعلام دولتنا الحبيبه واحد خبراتها اللي قضوا وقت طويل في شركة من الشركات الرائدة عندنا في الدولة. مسيرتنا ما انتهت، ورانا كثير من المواقع اللي زيارتها. تابعونا.